أوكي، إذا تكلمنا بداية المحاضرة عن السفلس وكملنا مع السباروكيت تفاصيلها، بعدها انتقلنا على الجاردن وحكينا عنها، وانتقلنا على النيوجوال بكتيريا وحكينا عن أول جروب اللي هي الكلاميديا، وفهمنا شنو معنى النيوجوال بكتيريا، يعني هي يا أما أوبليجيت انتراسيلولار باراسايت يا أما عندها فد موديفيكيشن بالبيبتايد وجلايكان. بعدها تكلمنا عن الكلاميديا بتفاصيلها وركزنا على الكلاميديا تراكوماتيس، اوكي؟ قلنا مسؤولة عن ممكن اس تي دي، مسؤولة عن الفوجرانيوم فينيريا، مسؤولة عن تراكوما، اوكي؟ لحد الان امور اوكي طباء؟ تمام. ننتقل على جروب جديد اللي هي طبعا هو خلينا نقول راكيتسيا اند كلوز أورغانيزم، يعني مو بس الراكتسيا بعد يسموها جروب كلها سوية. فخلنا نحكي انت المهم تعرف بهذا الجروب، طبعا انت ما مطلوب منك تعرف كل واحد وتفاصيله، بس المهم هي طبعا هي راكتسيا، راكتسيا هاي اهم أورغانيزم بيها، بس البقية بس مجرد تاخذ فكرة. اوكي، اول شيء راكتسيا راكتسيا اللي هي تسوي لك روكي ماونتين سبوتيد فيبر، هي دائما يختصروها RMSF. الفكتور مالتها تيكس، اوكي؟ طبعا تواكو تيكس ولاوس وفليز اللي هي عبارة عن يعني كل واحد يعني اذا ترجموها بالعربي تشوفون اشكالها، مثلا كل واحد تيكس شنو وتشوف شكلها شنو اللاوس. طبعا انت مطلوب منك تشوف اشكالها، ما راح تسأل عنها، الاهم شيء تعرف انه هي فد بايت وتعرف يا هي التيك يا هي اللاوس يا هو الفليز الاورجانزم اللي داون وياها، اوكي؟ فبتسالي ركتسي ركتساي، انت تشوف هذه هي عبارة عن تيكس وهاي مبين هاي تي ركتسيا هي تيكس، اوكي؟ ركتسيا تاي في الاف اذا هي فليز، حتى تفهموها اف تاي في، اوكي؟ اضافة الى هذا اللي بقت هي بروزاكي هي اللاوس، اوكي؟ حتى هاي بس مجرد تاخذون فكرة. طبعا البقية ان شاء الله هاي الاورجانزم طبعا هاي مو ما تعتبر ضمن الركتسيا، طبعا باستثناء هذا احيانا يدخلوها ضمن الراكتسيا، بس اخر تو اورجانزم ما تعتبر ضمن الراكتسيا وراح نحكي عنها ليتر اون، بس لان شافوا ان هم كلهم عندهم فد كومن فيتشر ان هم اكو فيكتور بالترانسميشن وهي اوبليجيت انتراسيلولار باراسايت كان نوت ميك اي تي بي فسواها سويه، اوكي؟ بس احنا كراكتسيا عندنا هذه الاربع اورجانزم نعتبرها من ضمن الراكتسيا، الارليكيا وال كوكسيلا عادة ما يصرفوها من ضمن الراكتسيا، اوكي؟ اوكي، اذا هي اوبليجيت انتراسيلولار باراسايت افتهمنا هي كانوت ميك اتس اون اي تي بي، اوكي؟ نبدا باول اورجانزم اللي هو راكتسيا راكتساي اللي هو كلش يعني خلينا نقول هو مو كلش هايض، بس مقارنه بقيه الاورجانزم بهذا الجروب هو اهم واحد تقريبا. راكتسيا راكتساي هي عادة سمول، اوكي؟ والمود اوف ترانسميشن عادة تكون عن طريق تيكس، ومثل ما قلنا لك الساي تيكس، التيكس هاكو احيانا يسموها ديرما سنتر، هاي طبعا كل ما مرت علينا يمكن تدمني يذكر هاي الكلمة وين مرت علينا ديرما سنتر. بالضبط، عاشيش دكتورة، عاشيكم. فرانسيسيلا، من حشين على فرانسيسيلا قلنا هي كانت تسوينا عن طريق ممكن شو اسمه بايت اللي قلنا ديرما سنتر. بالضبط، الفرانسيسيلا كانت ديرما سنتر. فبالتالي انا هو الديزيز هو روكي ماونتين سبوتيد فيفر، الفيتشر مالته شنو البيشنت عادة؟ يجيك البيشنت كأي انفكشن، يجيك هيديك، فيفر، مايالجيا، فوميتنج، كونفيوجن، هاي سبيسيفيك. يجي المهم هو الراش ديستريبيوشن، الراش عادة مالتهم البيشنت ماكيول وبابيولار راش، وفتهمنا شنو ماكيول وماكيول بابيولار، يعني ماكيول عاد بابيول، الماكيول قلنا هي فلات ليجن، بابيول الفيتد ليجن، عادة السايز مال ماكيول مال بابيول اقل من 0.5 سي ام، يعني اقل من 5 ملم، اوكي؟ المهم مو تفاصيل هاي بالدرماتولوجي، المهم هذا الراش عادة يبدي بجوينت، يبدي يا اما مثلا بالانكل يا اما بالريست، وليتر اون يصير بي سبريد اب فبالتالي يوصل للترنك، وممكن داون فبالتالي انفولف بالم اند سول، اوكي؟ في هذه الديستريبيوشن او سبريدنج للراش يسموه سنتري بيتال راش، اوكي؟ فبالتالي هاي فيتشر انه يجيك
راش بدأ بالريست أو بدأ بالأنكل later on involve the trunk involve the palm and sole هذا الفيتشر مال روكي ماونتين سبوت النقطة بالموضوع. فبالتالي إحنا حاليا ضفنا أورغانزم جديد للأورغانزم اللي سوينا راش بالبالم أند سول. أوكي صح لو لا؟ شنو عندنا اليوم؟ حكينا تو أورغانزم مثلا بالمحاضرة اليوم. أول أورغانزم يا هو كان خليكم سبيسيفيك، ما لا تقولي بس أورغانزم يا ستيت كانت كان سيكندري سيفلس. اوكي كان سيكندري سيفلس هو هذا الفولف بام اند سوراش، وقلنا البرايمري كان ميلي هو عباره عن بيلس شانكر. اوكي اذا مثل ما قلنا دائما هو يبدي بجوينتس خلينا نقول بالريس او بالانكل راش، وممكن يصير بي ديستريبيوشن اب اند داون. اوكي طف هاي ممكن اكو joint swelling manifestation يعني احيانا بس مو دائما، واحيانا البيشنت احتمال يجي ويا جي اي سيمتوم. هاي التفاصيل مو كلش مهمه، المهم النقطه الاساسيه اللي تعرفها هو الراش. الدايجنوستس مالته عباره عن سيرولوجي، وهو انه تشوف نشوف الانتيبادي او الانتيجين بالبلاد، وهاي التفاصيل انتم ايضا ما طالبين تعرفون، المهم تعرف سيرولوجي وخلاص. يبقى احيانا اكو شيء يسموه وايل فليكس تيست، اللي هو انه عبارة عن هم نفس القصة مثل السيروجيكال تيست، بس الفكرة مالته انه احيانا يصير كروس اكشن وذ بروتياس فالغاريس. اوكي حكينا على البروتياس. اوكي هذا احيانا يصير بي كروس اكشن، انا صراحة حطيته بس عمود هاي النقطة، ولا هو التيست بعد نوت يوز ناودي. اوكي التريتمنت هايلي جروب عادة دائما الاتيبيكال بكتيريا نستخدم الدوكسي سايكلين. اوكي زين حكينا عن هذا الريكيتسيا ريكيتساي. اكو شيء نسميه انديميك تايفس، هذا شنو غالبا نحكي عن شو اسمه عن ريكيتسيا تايفي اللي هي عباره عن فليز، اللي هي يسموها انديميك تايفس. اوكي فالريكيتسيا تايفاي اللي هي الترانسميشن عن طريق الفليز يسميك انديميك تايفاس، وهذا طبعا يجيك براش ستارت بالسنتر، يعني شنو يبدي بالترانك وبعدين يصير ديستريبيوشن بالبادي، بس النقطة الأساسية يكون سبير بالم اند سول، يعني البالم اند سول نوز الفولف مثل ما حكيناها بقصة سكارلت فيفر. هذا الانديميك تايفاس. إذا الانديميك تايفاس إذا بدي ألخصه عبارة عن ريكيتسيا تايفاي، عبارة عن فليز ترانسميشن، عبارة عن سنترال اللي ستارتد الضبدي بات سبير بالم اند سول. الابيديميك تايفاس، الابيديميك حتى نفهم الكلمة ابيديميك البي بروزاكي حتى ما ننسى نخلص من القصة. ابيديميك ريكيتسيا بروزاكي اللي هي عادة هم نفس الفكرة، ما تفرق عن الانديميك، تفرق عنها جاست انه الترانسميشن لاوس. مثل ما قلنا احنا ريكيتسيا ريكيتساي بها تي فهي تيكس، ريكيتسيا تايفي بها اف فهي فليز، والبقات هي اللاوس اللي هي البروزاكي. هاي ما ننساها كمود. يبقى الاندميك والابيديميك اعرف البروزاكي بي فهي تسوي لنا ابيديميك حتى ما انساها بعد، والراش ديستريبيوشن نفس ما تفرق عن الابيديميك والابيديميك اوف راش. لحد الان اطباء كريكيتسيا اوكي الامور. المهم النقطة الأساسية الراش ديستريبيوشن وتعرف الفكتر يا هو. أوكي أوكي ننتقل جروب ثاني اللي هو عادة بها نقطة واحدة مهمة كلش تعرفها. أول شيء هي كورغانزم جرام، هاي بيعتبروها جرام نيجاتيف باسيلاي. طبعا اكو كتب ثانيه تقول ما تعتبرها جرام نيجاتيف باسيلاي، بس صراحه هاي موجوده في كارلا النقطه فذكرتها، بس هي ما يعني لنا شيء وما بها اي قيمه، لان هي تبقى اتيبيكال بكتيريا. اوكي هي اوبليجيت انتراسيلولار بكتيريا عاتن، وين نشوفها؟ نشوفها يا اما بالمونوسايت، المونوسايت اللي ليتر اون تصير ماكروفاج، وهاي ان شاء الله نحكي بالاميونوتي، او ممكن نشوفها بالجرانولوسايت. الجرانولوسايت
راح نحكي شنو ليترون بالإميولوجي، شنو نقصد بالجرانيولوسايت والمونوسايت وتفاصيله. بس المهم أرليكيا وأكو نسميه أنا بلازما، المانيفستيشن مالتهم تيبيكال نفس الشيء، بس الفرق بيناته التارجت سيل شنو. نيجي أول شيء هاي أشنو يمكن مونوسايت أند ماكروفاج، هاي النقطة الأساسية تفرق لك عنها. التارجت ليجن مالتها المونوسايت أند ماكروفاج، اللي هي المونوسايت ليتر أون يصيرها ماتشور يصير ماكروفاج. خلينا نلخص الأمور. الأنابلازما عادة الأنابلازما التارجت ليجن مالتها تكون الجرانولوسايت اللي إيش اسمه اللي هي ميلي نيوتروفيل. أوكي فبتعنا هاي النقطة قدامكم هسه، هاي الليجن قدامكم هي إرليكيا صايرة على مونوسايت، وهنا عبارة عن أنابلازما على النيوتروفيل. وانت طبعا جاست هاي الليجن أحيان هذا التجمع البكتيريا إنسايد أورغانزم يسموه موريولا. أوكي البرزنتيشن مالتهم شنو يجوك؟ عادة يجون براش ممكن، بس غالبا غالبا ما يجوك بهاي الفيتشر. يجوك من يريد يسألك بالسؤال عنه يعطيك فكرة، مثلا يعطيك انه البيشنت شفنا ليجن انسايد وايت بي سي كذا ليجن، وينطيك ويا مثلا هاي ناس سبيسيفيك سيبتوم يعني هيديك فتيق وهاي التفاصيل وذو تراش، بس ينطيك كلمة أساسية اللي هي عادة تشوف يا أما بانسايتوبينيا أو احتمال شوف لوكوبينيا and low platelets. يعني ومو شرط دائما يقول لك ايش تفاصيل، يقول لك مثلا بيشن جاك عنده باتيكال هيموريج، عنده ديفيوز هيموريج بالبادي، وعنده مثلا ريديوس ريكرنت انفكشن، وشفنا هذا الاورجانزم انسايد نيتروفيل او انسايد مايكروفاج، فانت تعرف هذا يا اما ارليكيا يا اما انا بلازما. فبالتالي النقطه الاساسيه اللي اعرفها البرزنتيشن مالتها هي نان سبيسيفيك، هي الهيديك الفاتيك الفيفر وهاي القصة كلها. النقطة الأساسية لك ركز لوكوبينيا and thrombocytopenia كلش مهمة. الأنابلازما وين أشوفها؟ أشوفها بالنيتروفيل. الأرليكيا وين أشوفها؟ أشوفها عادة بالمونوسايت and macrophage. أوكي واثنين عادة الترانسميشن مع التريتمنت هي الدوكسيساكلين، وكلمة موريلا هو احنا نقصد بهذا الليجن هذا الأكوميليشن للأورغانزم within leukocytes regardless سواء خلينا نقول within blood cell سواء كانت مونوسايت او نيتروفيل. اوكي يا طبعا واضحه حاليا؟ طبعا هاي الاورجانزم لويل صراحه يعني موصلي ما راح تنسان عنها. شلون الفرق بين نيتروفيل ومايكروفاج؟ ان شاء الله احنا راح ناخذ يعني بعدين من نحكي عن المايكروفاج. اكو شيء يسموه رافلد سيتوبلازم. رفض سايتوبلازم يعني شو؟ نشوف مثلا سايتوبلازم سوري مثلا نشوف سايتوبلازم ابي مالتي اضافه الى هاي السيل وول يكون ايرجولار مالتها. اوكي النيتروفيل راح نحكي عن النمبر اوف مثلا عاده تكون لوبوليتد وهاي، فبتاي خلوها على الهيماتولوجي ان شاء الله راح نفهمها. بس المهم النقطه الاساسيه الماكروفاج راح اشوفها رفض سايتوبلازم الرغيلار سيرفيس. اوكي وان شاء الله والنيتروفيل يشوفها لوبوليتد مالتيبل لوبس، وان شاء الله ليتر ان شاء الله نحكي عن تفاصيلها بالهيماتولوجي. اوكي هي بالضبط هي الاورجانزم يسوي لك اتاك ودمج للوكوسايت والبليتليت فيصير لوكوبينيا اند ثرومبوسايتوبينيا. هل هو دايركت اتاك او هو اميون رياكشن؟ صراحه اي دونت نو. اوكي ننتقل الأخير أورغانزم خلينا نقول هذول ضمن الركتسيا والكلوس جروب اللي هي الكوكسيلا. الكوكسيلا عادة يسوي لك مرض نسميه كيو فيفر. أوكي شنو الكوكسيلا؟ الكوكسيلا ما تنتقل لك عن طريق الفكتر مثل ما حكينا، لا عن طريق سبور انهاليشن. طبعا سبور تختلف عن السبور اللي حكينا عنها بالالثراكس وهاي مو بالباسيلس أو الكلوسيديا، بس المهم أنت مو ضروري تعرف. المهم تعرف النقطة الأساسية إنه عادة هذا عن طريق aerosol transmission
عن طريق contact with cattle or sheep amniotic fluid. يعني عادة نشوفها مثلا ذول القصابين أو شيء تشوف بيهم. شنو البرزنتيشن مالت البيشنت؟ يجيك البيشنت نن سبيسيفيك سيمتوم، ممكن كاف، هيدك، انفلونزا، نيومونيا. بس المهم انا النقطه الاساسيه تعرفون شغلتين وياها. يعني احيانا الكيو فيفر او الكوكسيلا يجيك البيشنت ويا هيباتايتس، يعني ممكن يجيك بجوندس، يجيك ساين اوف ليفر ديسفانكشن. اوكي، اضافه الى هاي تعتبر كلتشر نيجاتيف اندوكارديتس. يعني شنو حكينا عن هواي كوزز اوف اندوكارديتس؟ هل تتذكرون حكينا عن مثلا بالدنتال كاريز وشنو الكوز؟ حكينا اذا البيشنت سيستوسكوب وشنو الكوز؟ حكينا اذا البيشنت اي في دراج ابيوزر وشنو الكوز؟ وقلنا اذا تسوي كلتشر عاده يطلع لنا الاورجانزم. مثلا اي في دراج ابيوز شفنا ستافوريوس، سيستوسكوب نشوف انتيروكوكس، نيوبليجيا مثلا نفكر بستريبت بوفس وهكذا. هاي يطلع لك الاورجانزم. احيانا تسوي كلتشر يطلع لك نيجاتيف، وحده من الديفرنشال دايجنوسيس. بس هو البيشنت يعني عنده دايجنوسيس اندوكارديتس، يعني الفيتشر مال اندوكارديتس تمشي 100% وياه، بس الكلتشر نيجاتيف اجا. وحده من الديفرنشال دايجنوسيس اوف كلتشر نيجاتيف اندوكارديتس هي الكيو فيفر. يعني انت دزيت كلتشر سنسيتي رجع لك قال لك ذير از نو اورجانيزم. وحده من الاورجانيزم اللي تسوي لك كلتشر نيجاتيف اندوكارديتس هي الكيو فيفر. اوكي، واضحه الفكره؟ اذا النقطه الاساسيه اللي اعرفها عن الكيو فيفر هي يجيك البيشنت ممكن هاي هيدك، كف، انفلونزا، هاي كلها سبيسيفيك. بس دائما اركز على كلمه هيباتايتس وافكر عنده كلتشر نيجاتيف اندوكارديتس. اذا احكي عن مثلا انابلازما او ارديكيا، اذا اركز على كلمه واحده اعرف ان هي موجوده يا اما بالمونوسايت او موجوده بالنيتروفيل، اعرف هي تسوي لك ثرومبوسايتوبينيا وليوكوبينيا وكلمه موريولا. خلاص هاي الكلمات اللي ارد اعرفها. اوكي يا طباع، زين. هسه اهم شيء حتى نرجع، لان هذا صراحه موضوع يعني هاي بصوره عامه بكتيريا مو هواي يركزون عليها بالكليه ومو هواي نحكي عنها. النقطة الأساسية اللي نرجع نركز عليها الكلاميديا، حكينا عنها وكلها سيروتايب اس تي دي لنفوغرانيوليوما فينيريوم وتراكوم، حكينا عنها تفاصيلها. الركتسيا حكينا عنها، وحكينا عن هذا الجروب الكلوس فاميلي مو نوجست الركتسيا، وقلنا الركتسيا ركتساي هي اللي تسوي لك روكي ماونتين سبوت فيفر، وقلنا سنتري بيتا راش، يعني يبدي لك بالريست، يبدي لك بالانكل، ويصعد ممكن يوصل للترنك، واضاف الى هاي انفولف بالم اند سول. هاي النقطه الاساسيه. حكينا عن ابيديميك تايفس، وقلنا ابيديميك هو اذا هو بروزاكي، البروزاكي هي اللاوس. حكينا عن الانديميك تايفس اللي هي عباره عن الاريكتسيا تايفي اللي هي الاف، اذا هي الفليز. اوكي، وحكينا عن البرزنتيشن مالتهم انه عاده يكون الراش نوت انفولف بالم اند سول. اوكي، حكينا عن الانابلازما وحكينا عن الارليكيا بتفاصيلها، وقلنا اهم شيء تعرف مثلا الانابلازما تشوفها بالنتروفيل، ارليكيا تشوفها عاده بالماكروفاج والمونوسايتس. وبعدها قلنا هم اضافه لهاي تفكر دائما احيانا وياها لوكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا، وهاي كلمه موريولا تشوفها احيانا بالسؤال. اوكي، بعدها حكينا عن الكيو فيفر، ومثل ما قلنا الكيو فيفر عباره عن كوكسيلا، واهم شيء تعرف كلمه كلتشر نيجاتيف اندوكارديتس، وتعرف كلمه هيباتايتس. اوكي، لحد الان اطباء اوكي اموركم واضحه؟ اوكي، السؤال انه اذا عنده اندوكارداكس هي الكلتشر مالتها نيجاتيف؟ اي، يعني البيشنت يجي فيتشر مال انفكتيف اندوكارداكس، يعني شنو؟ يجي مثلا مرمر، يجي هاي سبلنتر هومور، يجي هاي مثلا جنوي ليجن اوسلر نوديول، هاي التفاصيل مال اندوكارداكس اللي هوايه البرزنتيشن مالتها، ويجمع الكرايتيريا مالتها. اوكي، فبالتالي هاي من يجمع الكرايتيريا مالتها
البيشنت ديز ذا كلتشر يطلع نيجاتيف. واحده من الكوز طبعا هو اكو اكثر من كوز، واحده من الكوز هي الكوكسيلا ممكن تسوي. اوكي اكو سؤال، موست كومن كوز اوف جرام نيجاتيف بكتيريا ذات كوز اندوكاردايتس. صراحه هو يعني هذا السؤال اكو جروب يمكن احنا ما حكينا عنه، لا راح نحكي عنه بالكارديولوجي يعني عن ويا الاندوكاردايتس راح نحكي عنه. اكو جروب يسموه هيسك يعني اختصار هواي اورجانزم طبعا هيموفيلس واكتينوباسيلس، وهاي هي هاي كجرام نيجاتيف بكتيريا ممكن تسوي اندوكاردايتس. اوكي هذا يعني اللي يحب يطلع عليها هي اتش اي سي اي كي يمكن اختصارها، هي جروب من اورجانزم راح نحكي ان شاء الله عنها يعني مو ضروري نعرف تفاصيلها حاليا، ان شاء الله بالكارديولوجي نحكي عنها. اوكي